السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. النحت هو فن تجسيدي يرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد للإنسان أو للحيوان، وذلك باستخدام الجبس أو الشمع أو نقش الصخور. فن النحت هو أحد جوانب الإبداع الفني. وفن النحت من الفنون القديمة قدم الإنسان، فهو أقدم من فن التصوير مثلا، والإبداع في هذا الفن مطلوب بكل تأكيد. هذه المجسمات التي تبدو للوهلة الأولى على أنها أجساد حقيقية، هي في الواقع مجرد تجسيد لهذه الشخصيات عن طريق النحت الذي اتخذه الفنان الأسترالي موك رون. في هذا المعرض شخصيات غريبة، فالمرأة التي تحمل طفلا أو شخص ينظر إلى تمثال للنحات موك المعروض هنا. هذا الفنان جعل من نفسه حكاية جميلة لأنه اشتهر بأعمال فنية تنتمي إلى سياق مميز من الواقعية الراديكالية، ويعيش موك في بريطانيا وتجتذب معارضه الفنية الذي عقد أحداثها في باريس العشرات من عشاق هذا النوع من الفنون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.